بزيارة ميدانية للمدارس، قدمون الشكر للسادة الولات والسلطات الإدارية والطواقم التربوية بدءاً من الأمين العام ومدراء الجهويين ومدارس ومدراء المدارس والمفتشين والمراقبين على التحضير الجيد وحضور الطلبة مستوى جيد. ونحسس المواطنين الموريتانيين المدارس الجمهورية مفتوحة لجميع الطلبة ومعطية التعليمات جميع المدارس، أن أي طالب أي تلميذ جاء يسجل اسمه عنده مكانة بغنعمة، ما عنده مكان خلال أسبوع واحد إن شاء الله على الأقل على الأكثر. وزارة التعليم واكبة جميع التسجيل، ياك تعد المخطط مدرسي جديد، ياك يراعي جميع التلاميذ، ياك يحصلوا الولوج مدرسة الجمهورية بالسنة الأولى بالسنة الثانية والسنة الثالثة اللي هي إجبارية للتعليم العمومي.